ذاتها تحارب السنة في الداخل، كيف يمكن يكون أخا مع إخوانهم في الخارج؟ أحمد نجاد الذي هو من عائلة يهودية في إيران، هو يبيد بلوشستان والمناطق السنية في إيران، كيف يمكن أن يكون صادقا مع الأنظمة العربية؟ إذا هو في يده يمد يده للوحدة كما فعل مع السنة في إيران، ولكن يده الأخرى تملك خنجرا مسموما. طب يا أخ البلوشي، نعم لماذا لا نجرب هذه الدعوة الإيرانية وأنا أخذها على أنها بريئة؟ لماذا دائما الشك؟ لا أخي، جربناها في داخل إيران، يا ريتها كانت صادقة. العرب الآن في أسوأ أوضاعهم السياسية في تاريخهم، يا ليتها كانت صادقة. ولكني بعد التجربة أقول كما قال إخواننا جمال من ألمانيا وأبو حنان، وهذا دليل وعيهم، أن النظام الإيراني بالنسبة للعرب أخطر من إسرائيل، لأن إسرائيل عدو واضح وصريح. ولكن إسرائيل بهذه الحالة سترقص فرحا لهذا لا الكلام الذي ترقص، تقولونه. لا، على العرب أن يتفقوا في بين بعضهم بدلا يمدوا يدهم على أعدائهم. ولكن لا شك، لو كان هناك وضعية سياسية مستقيمة كان بالإمكان يتعاملوا مع إيران، لكن إيران كدولة منافقة، كدولة ذو خطاب مزدوج، الآن هي تهدد السعودية، حاصرت السعودية والكعبة من اليمن ومن العراق ومن لبنان، ثم تريد تخدع مصر. وأنا أشكر دولة حكومة مصر لأن موقفها تجاه النظام الإيراني أفضل من إخوان المسلمين. المفروض إخوان المسلمين هم الذين يوقظون شعبهم، ولذا ما تقوله أنت، لماذا ما يجلسون على الطاولة المستديرة؟ طيب نحن كذلك الشعب الإيراني جلسنا على هذه الطاولة المشؤومة 30 سنة، ماذا جنينا غير القتل، غير الإبادة الجماعية، غير المقابر الجماعية؟ بلوشي بريطانيا، شكرا جزيلا لك. تبدو الأصوات في الحقيقة المعارضة والمتخوفة من هذا الغول بين ظفرين الإيراني أكثر من الأصوات المؤيدة لأي تقارب عربي إيراني. نأخذ علي من السعودية.